احنا رايحين لغة فرنسية ومع قواعد اللغة غرامير. سنعرف هذه الفقرة لا فراز سامبل الجملة البسيطة. الجملة البسيطة طبعا نتكلم هنا عن جملة بسيطة ولا نتحدث طبعا عن الجملة التي يكون فيها الكثير من الإضافات والتي تكون شيئا ما معقدة. إذن نبدأ بالجملة البسيطة. La phrase simple est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. إذا نتكلم عن الجملة البسيطة. Est une phrase هي جملة qui ne contient qu'un seul verbe conjugué التي لا تتضمن إلا فعلا واحدا conjugué يعني مصرفا. طبعا conjugué هذا لو verbe conjugué ومن la conjugaison ومن كلمة la conjugaison يعني الصرف. إذن la phrase simple est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. إذن الجملة البسيطة هي جملة التي لا تتضمن إلا فعلا واحدا conjugué يعني مصرفا. Ce verbe peut être un verbe d'action. إذن هذا الفعل ممكن أنه يكون فعل حركي. نتكلم هنا عن الأكسيون الحركة. فيما سبق تكلمنا عن الأكسيون يعني الحركة. مثلا فعل ضربة. مثلا إذا أخذنا لو فيرب فرابي طبعا الأكسيون هي عندما نرى شخصا يضرب شيئا أو يضرب شخصا آخر. إذن هنا نتكلم عن الحركة عن الفعل على الأرض. أما لو فيرب كما ذكرنا فيما سبق هو الفعل الذي نكتبه للتعبير على ما نراه يحصل على الأرض. إذن نتكلم هنا عن الأكسيون يعني الفعل الذي يحدث على الأرض. إذن سو فيرب بتيتخ ان فيرب داكسيون. إذن هذا الفعل ممكن أن يكون فعل. فعل ماذا؟ فعل يحكي حركة تحدث على الأرض. مثلا لو فيرب جوي. لو فيرب جوي هذا فعل لعبة نأتي به للتعبير عن شخص أو عن أشياء أو عن حيوانات. مثلا أنهم يلعبون على الأرض نراهم يلعبون. إذن طبعا فنأتي بهذا الفعل للتعبير عن هاد لاكسيون. إذن نسمي هاد الأفعال لي فيرب داكسيون. إذن هادو أفعال الحركة. مانجي نرى شخص يأكل نرى حيوان يأكل. إذن نتكلم هنا على لو فيرب مانجي أنه يعكس هاد الحركة الفعلية التي نراها تحدث على الأرض. مثلا كوغيغ فعل جرى. إذا نرى حيوانا يجري نرى حيوانا يجري أو نرى شخصا يجري. إذا نتكلم عن حركة نشاهدها تحدث أمام أعيننا. إذا نتكلم عن فيرب داكسيون. إذا الأفعال التي عندنا منها هذه الأمثلة. إذا هذه الأفعال هي أفعال حركية. الجملة البسيطة طبعا تتضمن فعلا. ممكن أن الفعل يكون فعل الحركة وأن فيرب ديتا وأن فيرب ديتا أو فعل الحالة. أحيانا نأتي بأفعال ليس فقط للتعبير عن الحركة التي يقوم بها شخص أو يقوم بها حيوان مثلا بل نتكلم عن أفعال أحيانا تدل على ليطا على ليطا. طبعا ليطا ب أ صغيرة هذه تتعني الحالة. أما إيطا ب أ كبيرة تتعني الدولة. أو أن فيرب أو فعلا ديطا فعل الحالة مثل ماذا؟ إيطخ سومبلي باغيطخ إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن إيطخ يعني نتكلم عن فعل الكينونة. نتكلم هنا عن أفعال الكينونة. نتكلم هنا عن فعل كان. إذن أنه كان مصفرا كان كبيرا كان صغيرا كان محمرا كان خائفا إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن فعل يدل على الحالة. يعني عندما نقول جسوي يعني أنا فأنا هنا لم آتي بفعل يعبر عن حركة بل أنني أقول عن نفسي جسوي أنا ثم أقول مثلا جسوي مالاد جسوي مالاد أنا مريض. إذن طبعا هاد أتخ أنه يهيئنا للدلالة على الحالة. مثلا سومبلي مثلا فو سومبلي مالاد أنتم تبدون مريضون. أنتم تبدون مريضون حالتكم تدل على أنكم مريضون. مثلا نتكلم على لوغاب سومبلي يعني أنه يشبه كذا أنه يبدو كذا. وكذلك لوغاب باغيتخ أنه يبدو أو يظهر. نتكلم عن شيء بأنه يظهر كبيرا يبدو صغيرا يظهر صغيرا يبدو أصفرا يظهر أصفرا.
إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن الحالة، إذا نتكلم عن شيئين أو عن شخصين، أنه بهذه الحالة بهذه الهيئة إلى غير ذلك، ولا نتحدث عن فعل يقوم به هذا الشخص أو هذا الشيء أو هذا الحيوان. إذا نتكلم عن أفعال الحالة، إذا نتكلم هنا عن الأفعال البسيطة. إذا طبعا الجملة البسيطة ممكن أن تتضمن فعل لتنسميه verb d'action، يعني فعل الحركة، أو bien un verb d'état، أو يكون أو تكون متضمنة لفعل الحالة. طبعا هناك أفعال أخرى من غير الأفعال التي ذكرت هنا، التي تدل سواء عن الحركة أو الفعل أو تدل على الحالة. Example، كمثال: Je vais à la piscine aujourd'hui. Je vais à la piscine aujourd'hui. أنا أذهب إلى المسبح هذا اليوم. Je vais. طبعا عندنا لو فيرب الي. إذا هنا هذا فعل الحركة. C'est un verbe d'action. يعني أن الناس سيرونني أنا ذاهب. الناس ستشاهدني وأنا أذهب إلى المسبح. Attention. Cette phrase peut très bien. Cette phrase peut très bien contenir un autre verbe à l'infinitif. Attention. انتباه. Cette phrase peut très bien contenir un autre verbe à l'infinitif. إذن طبعا هذه الجملة ممكن أن تتضمن بشكل جيد، يعني بدون أن نشك في هذا، très bien contenir، يعني أنها تتضمن un autre verbe à l'infinitif، تتضمن فعلا آخر غير مصرف. الفعل غير مصرف نسميه à l'infinitif، كما نقول بأنه في حالته الجامدة غير مصرف مع أي ضمير أو مع أي فاعل. نقول مثلا اكزومبل، مثال: جو في فوار. طبعا راينا في مسابق جو في على بيسين، انا اذهب الى المسبح. هنا عندنا جو في فوار، انا اذهب لارى. شنو الفعل اللي مصرف هنا؟ اللي مصرف هو فعل الي، اما فوار ما مصرفش. وداك الشيء قلنا في الاول، لا فراز سامبل اي اون فراز كي كونتيان كان سول فيرب كونجوغي. اذا نتكلم عن فعل واحد مصرف، أما هنا فعندنا أيضا فعل واحد مصرف، أما voir فهذا فعل غير مصرف. إذن je vais voir، أنا سأذهب لأرى un concert ce soir، كما نقول أنا سأذهب لأرى حفل رقص هذا المساء، أو أنا سأذهب لأرى حفل غناء إلى غير ذلك هذا المساء. إذن cette phrase peut être affirmative، إذن هذه الجملة ممكن أن تكون affirmative، كما نقول أنها تثبت شيئا، بمعنى آخر أن لا تنفيه، بمعنى آخر أن لا تنفيه. عكسها فخاز نيجاتيف، نتكلم عن جملة نافية يأتي فيها النفي، إذا نسميها فخاز نيجاتيف. عكسها فخاز أفيرماتيف، فخاز أفيرماتيف طبعا تأتي من لو فيرب أفيرمي، يعني أنك تثبت شيئا وتؤكده مثلا إلى غير ذلك. ثم فخاز ديكلاراتيف، إذا ممكن أن الجملة تكون أيضا فراز ديكلاراتيف، يعني أن جملة كما نقول إخبارية، انتروغاتيف أن جملة استفهامية تتضمن علامة استفهام، إكسكلاماتيف إذا تعجبية، ممكن أن تكون جملة تعجبية، وإمبيراتيف أو تكون جملة أمرية، يعني أن فيها فعل أمر، فيها فعل أمر، يعني أن الجملة تأمر بشيء. اكزومبل، مثال: جام بيان لو تنس، انا احب جيدا التنس. انا احب جيدا لعبه التنس. كما تلاحظون بان الجمله ما فيهاش لا علامه استفهام، ماشي سؤال، ماشي فيها تعجب، اذا هي جمله اخباريه، انا فقط اخبر بانني احب لعبه التنس. جام بيان لو تنس، اذا افيرماتيف هي من ناحيه هي جمله affirmatif، يعني أن لا تتضمن النفي، على عكس لو قلت مثلا je n'aime pas bien le tennis، أنا لا أحب جيدا لعبة التنس. إذا هنا نتكلم عن une phrase négative، يعني أن جملة يعني نافية، ولكن هنا عندنا على عكسها une phrase affirmative، عندنا جملة كما نقول غير نافية، كما نقول أنها مثبتة، مثبتة للعمل. اي ديكلاراتيف، او نتكلم عن جمله اخباريه كما عندنا هنا وكما ذكرنا. او الونو سو سوار، هذه جمله اخرى. او الونو سو سوار، اين نذهب نحن هذا المساء؟
إذن طبعا هنا كما تلاحظوا بأن الجملة استفهامية، يعني أن فيها سؤال. إذن سي اون فراز افيرماتيف، إذن من جهة فهي جملة افيرماتيف يعني أنها لا تتضمن النفي كما تلاحظوا. إذن نتكلم عن اون فراز افيرماتيف اي انتروغاتيف، اون فراز افيرماتيف اي انتروغاتيف، جملة مثبتة لكلام ما، جملة غير نافية بمعنى آخر، ثم أن جملة انتروغاتيف استفهامية، انتروغاتيف استفهامية. نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.